كانت هينش عبش حبيت أصور لكم هيج دقيقة، يعني اليوم أنا بوحدي طالعة، بس الطلعة بصراحة مو حلوة بدون ميلا. وهاي جاي أشرب الكافيه، بس بصراحة بالمرة أحس نفسي تايهة بدون ميمي. راحت ميلا على المسبح تقريبا ساعتين هي ثلاثة وتيجي من المسبح، فأنا عندي شغلات لازم أروح أرجعهم، ملابس هذول، وقلت أرجعهم على السريع وأظني راجعة على البيت. بس بصراحة بالمرة مو حلو بدون ميلا، يعني حبيبتي ميلا حتى من أشوفه يعني طفل بكتها أو أصغر من عندها، يعني ما أعرف ليش، يعني لا سامح الله ما بيها الشيء إنه راحت على المسبح، وبس إنه أنا هواي أضايق أحسها يعني صار بيها الشيء بعيد الشر. يلا هاي راجعة أروح أرجعهم وأظني راجعة على البيت على السريع على مود إذا جت ميلا أنا أفتح لها الباب وراح أصور لكم شلون ميلا راح تستقبلني. هاي أول مرة ميلا تعوفني بصراحة، ما عايفتني بالمرة، جاي أستمتع بهذا عشقي.